تنضم إلينا مباشرة من رام الله الدكتورة تمارا حداد الباحثة في الشؤون السياسية. دكتورة تمارا، تحية لك في البداية. ما هي سيناريوهات الأكثر ترجيحا على ضوء المعطيات الأخيرة، وليس فقط في فلسطين ولكن على الجبهة اللبنانية وازدياد حدة المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، مع توقعات بردود مزلزلة وتوعدات من الجانبين يعني بأن تكون الفترة القادمة مختلفة عما كانت عليه قواعد الاشتباك في السابق؟ أولا تحياتي لكم. أولا السيناريو القادم أو المتوقع، طالما أن نتنياهو لا يريد تخفيف وطأة العدوان على أرض قطاع غزة، فإن الجبهات التي تعتبر ذات صبغة إسنادية الآن تحولت إلى صفة المواجهة، بمعنى دخلت حرب المواجهة، حتى لو كان هذا الحرب المواجهة لم يعني تتوسع فيها قواعد الاشتباك، لكن في أي لحظة ما الحسابات يعني قد تخطئ في سياق الانطلاق الى الحرب الاقليميه او الشامله. عمليه تقول هذه الحسابات الخاطئه، هذا يعني ان المنطقه برمتها التي تغلي الان وهي على فوهه بركان قد ينفجر في اي لحظه ما، هي في ذاتها عباره عن بدايه الانطلاق الى الحرب الاقليميه او الشامله لاكثر من مؤشر. المؤشر الاول، نتنياهو حتى هذه اللحظه ما زال مصمم على الابقاء ذاته او تموضع الجيش الاسرائيلي في محور فيلادلفيا، ايضا بالاضافه الى ممر نكتارين. والدليل اليوم هناك احتفالات لاحد التنظيمات الاستيطانيه في ممر نكتارين، وهذه الفعاليات حتى تشير الى واقع وان اعاده الاستيطان سوف يتم اعادته الى ارض قطاع غزه، هذا من جانب. الجانب الاخر، ما زال نتنياهو يريد اخراج الرهائن دون الاشاره الى وقف اطلاق النار حتى على مستوى المرحله الثانيه، ان تحققت المرحله الاولى لاخراج الرهائن، لكن المرحله الثانيه لا يوجد هناك اي مؤشر للتاكيد لوقف اطلاق النار. هل الافقين ممكن نقول ان احنا وصلنا لطريق مسدود فيهم، سواء فيما يتعلق بالهدنه او صفقه المبادله؟ هل في تلازميه في المسارين ممكن احدهما يتحقق والاخر لا، ام انك تستبعدين يعني ان يحدث اي تقدم يذكر على المسارين؟ اولا، طالما ان حركه حماس يوم امس اخرجت بيانا وتصريحا انها تريد برنامجا وايضا جدول زمنيا في تنفيذ اليه خارطه الطريق التي قدمها بايدن، هذا اشاره ان ما زال عمليه التعنت والتحدي الاسرائيلي فيما يتعلق تحديدا فيما يتعلق اختيار يحيى السنوكي كرئيس مكتب السياسي، هل الاسرائيليون يشيرون يجب استمرار التعنت من اجل مواصله الحرب على ارض قطاع غزه من جانب. الجانب الاخر، ان حركه هذا الاطار، نحن لا نريد المفاوضات، بمعنى انها لا تريد ان تعطي الغطاء السياسي لنتنياهو لاستمراريه الحرب على ارض قطاع غزه. وحركه حماس يوم امس هي جعلت ان الضغوط الامريكيه الان هي في ملعب اسرائيل، بمعنى ان الان اصبح هناك الملعب في كرة إسرائيل، بمعنى أن الضغوطات الأمريكية اليوم بعد تصريحات تحديدا حركة حماس وأشرار نحن نريد أن ننفذ خارطة الطريق أو صفقة بايدن التي كانت يعني من المرجح أن تحدث في 2 من شهر 7 من الشهر الماضي، لكن لم تحدث. هذه نتيجة أن نتنياهو يضع شروطا وأيضا عصي في دواليب هذه المفاوضات. يعني هذا الطرح للتهدئة نسب إلى بايدن، لكن كثيرون يرون بأنه فعليا إسرائيلي، حتى مع الافتراض بأن هذه مبادرة أمريكية وبايدن يتبقى له حوالي 5 أشهر. هل تعولون على تغير الوجوه في الإدارة الأمريكية أو حتى في القيادة الإسرائيلية، أم أن الأمور في أي الأحوال سوف تتجه إلى الأسوأ بنظرك للتطورات أو التداعيات الأخيرة في هذا المشهد؟ بالنسبة للقضية الفلسطينية، سواء كان نتنياهو أو لابيد أو بغض النظر عن طبيعة المسميات في القيادات الإسرائيلية لن تتغير، بالعكس هم أجمعوا قبل عدة أسابيع بتصريحات لن نقبل دولة فلسطينية، وهذا أقر بالكنيسة الإسرائيلي بأغلبية اليمين واليمين المتطرف والحريدين والمتدينين وكل والأشكناس. فبالتالي هم الآن يجمعون أن لا دولة للفلسطينيين، الآن هم يجمعون على سياقات يعني بمعنى يتنافسون على سياق
سياقات شخصية، يتنافسون على مناصب الكرسي رئيس المجلس الوزراء. نتنياهو يتنافس على هذا الكرسي، وأيضا لافيد يتنافس على هذا الكرسي، بنت يتنافس على هذا الكرسي، وليبرمان وغيره وغانتس وأيضا جالنت، وكلهم يتنافسون على هذا المنصب. لكن ولا شخصية قيادية إسرائيلية. بالعكس، الشارع الإسرائيلي اليوم بوجود نتنياهو بن كثير توجه من اليمين إلى اليمين المتطرف، أصبح مجتمعا ليس علمانيا، هو مجتمع ديني أصولي من الحسيديم أو الحريديم. فبالتالي أصبح هذا التوجه هو نحو تصفية القضية الفلسطينية. فبالتالي أي توجه مستقبلي لن يكون هو يعني من يعني أفضل عملية تغير الشفوط، بالعكس هو تزداد سوءا. هم حسموا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حتى لو هذه النظرية هي نظرية سموتريتش، ولكن الكل يجمع على هذه النظرية بتصفية القضية الفلسطينية وحسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإخراج الفلسطينيين قسرا وأيضا طبعا من أرضه من أجل أخذ قد يقول الأرض قائل دكتور تمارا أن حتى إسرائيل يعني لا تملك رفاهية التصعيد على كل هذه الجبهات، خاصة بعد الاغتيالات الأخيرة. يعني هل تملك إسرائيل هذه الرفاهية؟ وهل يعني يلقي ما جرى من تصعيد مؤخرا ما بين إسرائيل وحزب الله ولبنان بظلاله على المشهد في فلسطين، وهل يؤثر عليه سلبا أم إيجابا من وجهة نظرك؟ أولا، لا يوجد أحد من الدول حتى الحلفاء يملك ترفا من أجل الدخول إلى حرب إقليمية أو شاملة. لا إسرائيل ولا إيران ولا حزب الله ولا المقاومة الفلسطينية ولا حتى الدول العربية ولا الخليج العربي ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى روسيا ذاتها. الكل يريد تخفيض منسوب الحرب، لكن نتنياهو معني ليس من أجل الانطلاق إلى الحرب، هو معني بالتصعيد لأجل أهداف معينة. هدفه أولا في قطاع غزة إزالة المقاومة المسلحة ونزع السلاح. هدفه في منطقة الشمال إبعاد حزب الله إلى ما بعد نهر الليطاني مقابل أن يكون هناك هدوء وإبعاد التهديد الأمني. فيما يتعلق نقطته الخلافية بين إسرائيل وإيران هي العتبة النووية. طالما العتبة النووية وصلت، طالما أن المفاعل النووية وصلت اليوم إلى العتبة النووية، اليوم أصبحت إيران تصل إلى 86%، بمعنى اقتربت العتبة النووية. هذا ما يقلق نتنياهو، يقلق إسرائيل. إسرائيل معنية أن تكون هي المنافس الوحيد لتحديد البرنامج. لكن في كثير من المتابعين والمحللين يعني القريبين من الشأن الفلسطيني بيشوفوا أن يعني الأهداف الإسرائيلية من الأساس هي مختلفة عليها، لأن هناك أهداف حقيقية وأهداف معلنة. هناك من يفصل بين أهداف نتنياهو والأهداف الإسرائيلية بشكل عام، ما تثيره إسرائيل على دوام أن الحرب سوف تستمر حتى تحقق إسرائيل أهدافها، وأن الهدف الرئيسي في المقدمة هو تفكيك حماس والقضاء على مقدراتها العسكرية وقطع الطريق أمامها لتولي القطاع إداريا في أي مرحلة من المراحل اللاحقة لانتهاء الحرب، إذا ما انتهت بالفعل وهي تتخطى 300 يوم حتى اللحظة. اولا، جميع المحللين قد يخرجون وفق ايديولوجيه محدده او حزبيه محدده. سوف اتحدث اليك منذ وفق ايديولوجيه مستقله، ليست مع حركه حماس او حتى مع فتح، ولكن اسرائيل معنيه تماما بتهجير الشعب الفلسطيني. ليس الهدف الاساسي هو القضاء على حركه حماس، قد يكون الهدف نزع السلاح، قد يبقوا على حركة حماس الإدارية، ولكن هم يريدون نزع السلاح كليا، تدمير الأنفاق، بمعنى جعل قطاع غزة كما أرض الضفة الغربية. الضفة الغربية هي تعتبر مسالمة نوعا ما، لكن هناك بعض التحركات من حركة حماس أو الجهاد يحركون شبابنا الضفة الغربية حتى يكون هناك نوعا ما من انتفاضة وتغيير الموقف، مساندة على الأقل قطاع غزة، بمعنى أن تتحول إلى انتفاضة. لكن الضفة الغربية هناك بعض الآراء أنهم لا يريدون التحرك حتى لا تتخذ إسرائيل ذريعة بأن تتحول الضفة الغربية تدمر كما أرض قطاع غزة، بمعنى الآن هم يستمرون في السياقات الدبلوماسية والسياسية. وأعتقد أن هذا الخيار أفضل من الخيار العسكري. الخيار العسكري لا يعطي نتائج. لماذا؟ لأن الضفة الغربية لا تملك سلاح. هذا أولا، طائرات التي تستخدمها إسرائيل هي تستطيع أن تدمر الضفة بأربع ساعات بخمس ساعات، ليس كما قطاع غزة. كما قطاع غزة هناك سلاح وأنفاق وإلى ما ذلك، وقد يكون هناك الأسلحة استطاعت أن تعطي مجالا بعملية يعني استنزاف إسرائيل في مجال الوقت، لكن الضفة مختلفة كليا. لكن الهدف الأساسي في أرض قطاع غزة التهجير التهجير التهجير. ما زالت إسرائيل هي تقتل الشعب من الحصار والتجويع، هي لم تنجح بالتهجير القسري، سوف تجد طريقة. هل حيلة التهجير الطوعي تنطلي على المجتمع
الدولي، هذه الصورة التي تسعى إلى تصديرها إسرائيل في الفترة الأخيرة تحديدا؟ للأسف المجتمع الدولي هو الذي يقدم الدعم لإسرائيل. أكبر الدول العظمى في العالم تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية هي تقدم هذا الدعم. هم معنيون بأرض قطاع غزة حتى تحول إلى قاعدة استخباراتية أمنية عسكرية اقتصادية استثمارية سياحية في قطاع غزة، ناهيك غزة. يعني الهدف الأساسي تمرير ممر الهندي من أرض قطاع غزة، وطبعا تمر من منطقة الخليج ثم منطقة أكثر من منطقة حتى تصل إلى البحر المتوسط. فبالتالي هم أهدافهم أبعد مما نتصور. فبالتالي عدد السكان هم يقلقون الواقع، ناهيك الديموغرافيا السكانية الفلسطينية بالغ الآن تتفوق على الديموغرافيا الإسرائيلية في الضفة قطاع غزة أو حتى في القطوة المنطقة المحتلة. أصبحنا اليوم 7 مليون، قرابة 8 مليون فلسطيني في كل فلسطين التاريخية، مقابل أن إسرائيل 7 و300 ألف. إذن الديموغرافيا تقلق إسرائيل. لماذا؟ هم يريدون جلب في الضفة الغربية مليون مستوطن إسرائيل حتى يتم عملية نموهم، حتى نعم. يتفوق على الديموغرافيا الفلسطينية ويسرقوا الأرض. أشكرك. وقطاع غزة أيضا هم يقلقوا. نعم، جزيل الشكر. مباشرة من رام الله دكتورة تمارا حداد الباحثة السياسية.